يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بإنزال الكتاب وهدانا إلى طريق الحق والصواب، وأمرنا بالتقوى فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين أيده الله عز وجل بمعجزة القرآن الكريم، وفضله على الناس بالخلق العظيم، وجعله إسوة لسائر المؤمنين، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، إن هذا الدين دين عظيم، ورسالة محمد هي أعظم الرسالات على الإطلاق، وقد جاءت لتحقيق أهداف عظيمة ومقاصد نبيلة. اجتهد العلماء وكبار النظار لتصويرها وبيانها، وأخص من بينهم علماء المقاصد، ومنهم علامة تونس المرحوم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله. ولعل هذه المقاصد يمكن أن نلخصها في كلمات وجيزة، هي إيجاد الإنسان الصالح والأسرة السعيدة
والمجتمع الراقي. رسالة الإسلام جاءت لتكوين الإنسان الصالح والأسرة السعيدة والمجتمع الراقي، وهذه الأهداف تتحقق بما جاء به الإسلام من أحكام ومبادئ وقواعد مهمة ترقى بالمجتمع وترتفع بالأسرة نحو مزيد من السعادة، وتوجد الإنسان الصالح الذي يبني ويشيد ويصلح في هذه الدنيا. ومن بين الأحكام التي جاء بها الإسلام ولها دور عظيم، بل من بين الأحكام التي تأسس عليها الإسلام، بني عليها الإسلام، بعبارة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فاعتبر صلى الله عليه وسلم أن الزكاة من أركان الإسلام ومن الأسس التي قام عليها هذا الدين. والزكاة هي ركن، وهي من أوجب من الأركان الأساسية التي جاء بها الإسلام. ولما نتتبع القرآن الكريم نجد آيات كثيرة ورد فيها الأمر بالزكاة مع ربطها بعبادة الصلاة. في آيات كثيرة نجد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذه الفريضة هي عبادة مالية بخلاف الصلاة التي هي عبادة بدنية. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وضح لنا المعنى العام لهذه الفريضة لما جاء في الحديث في الصحيح، صحيح البخاري، لما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الأدلة كلها أخذ منها العلماء أن الزكاة فريضة، وأنها من أوكد الواجبات التي يجب أن يقوم بها كل مسلم غني له ملك النصاب، كما سيأتي إن شاء الله في الخطب القادمة. المهم أن هذه الفريضة لما نظر فيها العلماء ودرسوها من حيث الأهداف التي تحققها في النفس البشرية وفي المجتمع، وجدوا أن هذه الفريضة هي بمثابة الدواء، هي بمثابة العلاج لكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية، بحيث تحقق مقاصد عظيمة في حياة الفرد وحياة المجتمع. ونحن نعرف أن من أخطر الأمراض التي تصيب النفوس البشرية هي أن يكون الإنسان قد تسلط عليه الشح، فيكون صاحب أموال ولكن لا يعطي حق الله، ولا يتذكر إخوانه ممن يعيش معه في المجتمع، رغم أنه هو استفاد من وجوده في هذا المجتمع. ما من إنسان غني إلا واستفاد من وجوده في هذا المجتمع، فقد أفاد من المؤسسات التعليمية، وأفاد من الطرقات والشوارع إن كان من التجار، وأفاد من تسهيلات كثيرة. ومقابل ذلك كان عليه أن يذكر أن من واجبه أن يؤدي شيئاً من ماله إلى بقية أفراد المجتمع حتى ينتفعوا بهذا المال، وهو شيء زهيد. لكن بعض الناس يتسلط عليهم الشح إلى درجة أنهم يصلون إلى حرمان أنفسهم، هم أنفسهم يحرمون من الانتفاع من المال الذي جمعوه. وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا الداء الوبيل وهذا المرض الخطير، لما قال في حديث خطب صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، إياكم والشح، وهذا تحذير شديد، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الإنسان لما يتسلط عليه الشح ويصبح همه
أن يجمع الأموال وأن يكدسها يصبح يعني يطيع هواه في كل شيء من أجل تحقيق هذا المعنى. ولذا فإذا رأى أن في الفجور مما يحقق له جمع الثروة فإنه يقع في الفجور، وإذا رأى أن القطيعة مع ذوي الأرحام والأقارب، لأنه يعتقد أن صلة الأرحام يعني ربما تجعله يدفع من ماله وهو لا يريد ذلك فيقطع الصلة، وهكذا. فإذا هذا مرض خطير، وإذا استولى على النفوس فإنه يولد مجتمعا متمزقا. ومقابل هذا المرض الذي يصاب به الأغنياء، هناك مرض يصاب به المحرومون في المجتمع، وهو مرض خطير، وهو مرض الحسد ومرض البغضاء والعياذ بالله. وهذا يحصل عندما يرى الفقير من يعيش معه أو من يعيش بالقرب منه وهو في ثراء وفي نعيم، وهو لا يجد لقمة العيش ولا يجد ما يقيه برد الشتاء وحر الصيف، ولا يجد ما يسعد به زوجته ولا أبناءه، فيحقد على هذا الغني الذي لم يرحمه ولم يلتفت إليه ولم يمد يد المساعدة إليه. ولذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الداء الخطير، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فعلا لما يتسلط الحسد على النفوس ويتسلط البغضاء على النفوس لا يعود أي مقياس أو قاعدة أخلاقية أو دين بالنسبة إلى الحاقد وبالنسبة إلى الحاسد، فإنه يتصرف بمعزل عن كل قواعد الدين وعن كل قيمه وأخلاقيته. ولذا نجد في مجتمعات تقع هزات اجتماعية، هزات اجتماعية تؤدي إلى الخراب والإفساد في الأرض والحرق والسرقة إلى آخره من أشكال الجرائم. وهذا نتيجة أي شيء؟ نتيجة الشح المتسلط على الأغنياء والحقد والحسد المتسلط على قلوب الفقراء. ومن ثم جاء الإسلام لكي يعالج هذين المرضين الخطيرين بما فرض من فريضة الزكاة التي هي مال قليل يقتطع من ثروة الأغنياء لكي يعود على المحتاجين والمحرومين من أفراد المجتمع. وهو يحقق مقابل هذين المرضين أخلاقاً سامية، هذا نأخذه من قوله تعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم بالنسبة إلى الأغنياء من مرض الشح والعياذ بالله، الشح الذي تسلط عليهم فجعلهم لا يفكرون في المحرومين، ويطهر النفس أيضاً من داء الحسد الذي تسلط على الفقراء والمحرومين. وماذا يحصل إلى جانب هذا التطهير؟ يحصل نماء وتزكية للنفس. إذن هناك تطهير من داء الحسد والبغضاء وداء الشح، وتنمية للنفس بحيث يصبح الغني من أهل الجود والكرم والعطاء. فإن الإسلام جاء يدعو أصحاب الأموال إلى أن يمدوا يد المساعدة إلى المحرومين وإلى المحتاجين، فهذا واجب من أوكد الواجبات. ولما نتتبع القرآن نجد آيات كثيرة تدعو إلى معالجة هذه الأمراض بأي شيء؟ بالعطاء والبذل. نجد مثلاً قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وآيات 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 كثيرة كلها تدعو هؤلاء الأغنياء كي يعطوا قليلاً من أموالهم
جوداً وعطاءً وكرماً حتى يعالجوا أو يسهموا في علاج المشاكل الاجتماعية ورفع الحرمان والجوع والألام عن محرومين فقراء ليس لديهم من المال ما يكفيهم أو ليس لديهم مال أصلاً. فهذا لا شك من القيم النبيلة التي جاء بها الإسلام، ولكن إلى جانب هذا دقق الإسلام وجاء بفريضة الزكاة التي هي فريضة محددة بمقدار معين. سنتحدث إن شاء الله في الخطب القادمة، وإن كان سماحة مفتي الجمهورية أعلن أن نصاب حفظه الله نصاب زكاة المال لهذا العام هو 7,000 دينار و 925 دينارا. فمن ملك هذا النصاب ومر عليه حول وكان زائد على الحاجة يخرج منه مقدار 2.5%. هذا سنتحدث فيه إن شاء الله في الخطبة القادمة، الأموال التي تجب فيها الزكاة. لكن اليوم أردت أن أؤكد على مقاصد الزكاة، هذه المقاصد النبيلة التي جاءت رسالة الإسلام لتحقيقها في المجتمع. إذن الإسلام جاء لعلاج النفوس وتطهيرها من هذه الأمراض الخطيرة، وفي مقابل ذلك جاء لإكساب الأغنياء هذه الصفة النبيلة، أن يجود الواحد منهم أن يعطي من ماله يصبح من أهل العطاء والبذل. وذلك لأن رسالة الإسلام جاءت بهذا المعنى وجسدته في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. الرسول كان جواداً كريماً، فهذا الخلق ينبغي أن يسري على كل أغنياء الأمة حتى يكون هذا المال الذي يعطونه دواءً يعالج هذه المشاكل الاجتماعية الكثيرة. في مقابل ذلك الفقراء أو المحرومون عندما يعطون هذا المال بماذا تنفعل نفوسهم؟ ماذا يحصل عندما يتذكر الغني والفقير ويشعر المحروم أن هناك من يفكر فيه وأن هناك من يشعر بحاله ويشعر بآلامه؟ لا شك أنه ينفعل بالمحبة، إن قلبه يمتلئ محبة لمن رحمه ومن مد إليه يد المساعدة ومن أنقذه من شدائد الفقر ومن الحرمان الذي كان يقاسيه. وهذه المحبة عندما تنتشر بين القلوب هي سبب من أسباب قوة المجتمع وارتقائه نحو الأفضل، وهذا ما يدعون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث التي تكتب بماء الذهب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني لا يكتمل إيمانكم حتى ينتشر الحب فيما بينكم. ولا شك أن من عوامل المحبة أن يشعر المحروم أن إخوانه الأغنياء في المجتمع يفكرون فيه، لم ينسوه، ويرحمونه ويأخذون بيده. فهذا الذي ينشر المحبة، وهذا الذي ينشر المودة، بحيث يصبح المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذه رسالة الإسلام، وهذه معاني سامية، ونضيف إليها معنى هو تأكيد لما قلته. المجتمعات تعاني من هذه الفوارق الكبيرة بين فئة قليلة تتكدس عندها الثروة وفئات كثيرة تعيش في الفقر والحرمان. لما تزداد هذه الفوارق هذا يصبح يشعل ضوءاً أحمر يمثل خطراً، لأن هذا قد يؤدي إلى هزات اجتماعية لا سمح الله. ومن ثمة فإن رسالة الإسلام جاءت بالزكاة كواحد من أهم عناصر تقريب بين الطبقات الاجتماعية وعلاج ما يمكن علاجه من الأمراض التي لا سمح الله قد تؤدي إلى فوضى، وقد تؤدي إلى الخراب، وقد تؤدي إلى انتشار الكراهية والبغضاء وغير ذلك مما يأتي على الأخضر واليابس ويهدم ما بني وشيد من إنجازات عظيمة. هذه بعض المعاني نقولها ونذكر بها لكي نجتهد، خاصة الذين عندهم أموال،
في إعطاء ما وجب في مالهم من مال يعطى لهؤلاء المحرومين، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نرجع إلى مسألة السهو في الصلاة. دون أن أطيل، ذكرت بعض الصور التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سهى وعلمنا كيف نصلح صلاتنا عندما يسهو. الصورة التي اخترتها اليوم أيضا واردة في الصحيح، حديث يرويه عبد الله بن مسعود يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر خمس ركعات، فقيل له: أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ يعني السائل قال، لأن التشريع كل يوم يأتي بجديد، فقالوا: يا رسول الله زيد في الصلاة، يعني صلاة الظهر كانت أربع ركعات والآن أصبحت خمس ركعات. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالوا له: صليت خمسا. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فسجد سجدتي سهو بعدما سلم، أي بعد السلام. فأخذ من ذلك العلماء أن الذي يزيد في الصلاة بأن يصلي ركعة زائدة أو يقوم لركعة زائدة ثم ينتبه أو ينبهه المأمومون، فإنه يسجد سجدتي سهو بعد السلام للزيادة التي حصلت. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين، جئناك يا مولانا بذنوب كثيرة، جئناك خاشعين باكين نادمين، فلا تردنا يا رب عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل يومنا خيراً من أمسنا، واجعل غدنا خيراً من يومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين،
وحرر قدسك الشريف، وطهره من أيدي الصهاينة الملاعين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهدِ أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أبواب الرزق أمامهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.